السلام عليكم مشاهدينا الاكارم في حوار الساعة لهذا اليوم شبه جزيرة سيناء بين الواقع الأمني والإهمال المعيشي والاقتصادي الذي يراه العديد من المحللين مقصودا وهو ما ساهم بدفع المنطقة إلى فراغ أمني وصلت تداعياتها إلى أشدها عمليات عسكرية وأمنية وتنسيق مع إسرائيل والسماح بانتشار قوات مصرية لم يغير كثيرا في هذا الواقع الأمني الذي دفع بالرئيس المصري لتغيير أو تعديل جدول زيارته لهذه المنطقه الجمعه. تطورات فتحت الباب للحديث عن امكانيه تعديل الملاحق الامنيه في اتفاقيه كام ديفيد الموقعه عام 79، فلمصر وحدها يعود تحديد الضرورات الامنيه وليس للاداره الاسرائيليه. كلام جاء على لسان محمد عصمت سيف الدوله مستشار الرئيس المصري معتبرا ان الابقاء على حاله الفراغ الامني في سيناء لم تعد مقبوله بالمره. لم تستسغ اسرائيل الرغبه المصريه في تعديل بعض بنود الاتفاقيه، فسارع أفي جدور ليبرمان للتاكيد على ان الحديث عن اي تعديل إن انما هو وهم حري بمصر الا تقع فيه. في حين ترى اوساط سياسيه اسرائيليه ان تعديل الاتفاقيه سيكون الباب السحري لتطبيع اسرائيل مع الاسلاميين في اكبر دوله عربيه، وسيفتح بين الطرفين باب الحوار، فهل تذهب اسرائيل الى هذا الباب؟ بل بدل التصادم وكيف ستنعكس هذه التجاذبات على طبيعة العلاقة مع مصر المعقدة أصلا وسط معادلة الدعم لفلسطين وتحديدا لغزة وحماس والإبقاء على التعاون والتنسيق مع إسرائيل ولهذه الغاية اسمحوا لي أن أرحب معي هنا في الاستوديو الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس وعضو مجلس الشعب المصري سابقا أهلا بك أهلا بك وأيضا معنا الوزير السابق عبد الرحيم مراد ورئيس حزب الاتحاد أهلا بك أنا دعني ابدا معك دكتور جمال أوه. زهران حتى يعني كوننا نتحدث عن اتفاقية كام ديفيد ونتحدث عن هذا الطرح والحديث على تعديل الملاحق الأمنية ما مدى وجاهة الموقفين الإسرائيلي والمصري من تعديل الملاحق الأمنية لاتفاقية كام ديفيد؟ هو إحنا لو رجعنا للنظرية العامة لعقد الاتفاقيات الدولية هنجد أنه الاتفاقية الدولية عمرها 25 سنة بمرور ال 25 سنة بيحتاج إعادة النظر فيها من جانب الطرفين وإلا إن هي بتسقط لازم بإرادة الطرفين. يعني أنا بعتبر إن كامب ديفيد دي سقطت وانتهت وانتهى العمل بها أساسا يعني. وهي مستمرة بقوة الأمر الواقع. و ووجود قوات من الأمم المتحدة للفصل بين الجانبين المصري والإسرائيلي. فبالتالي احنا لازم ننظر إلى هذه الإتفاقية بإعتبارها ماضيا. وليس حاضرا ومستقبلاً باي اساس يعني انت تستند لما العمل العمل الاتفاقيات الدوليه؟ عمر عمر الاتفاقيه 25 سنه موجوده دي مش مش اتفاقيه ابديه مه. والدليل على ذلك ان كان من ان لاخر كان بيطرح فكره انه انهاء وجود القوات المتعدده الجنسيات اللي موجوده في سينا للفصل بين الجانبين دي كان من لما عندما تغضب امريكا من نظام مبارك لما كانت تحدث بعض الازمات العابره كانت تهدد أمريكا بسحب هذه القوات اللي هي بتدفع نفقاتها أمريكا بموجب هذه الاتفاقية فهي إذن اتفاقية مستمرة بقوة الواقع وليس بنص الاتفاقية ولم يصدر عن الطرفين تجديد أو إعادة نظر في عهد حسن مبارك المخلوع وبالتالي فكرة إعادة النظر في الاتفاقية خصوصا الملاحقة الأمنية اللي هي متعلقة بالمنطقة جيم اللي هي ملاصقة للحدود الإسرائيلية ليه زياد؟ لأن وجود الأمن فيها رمزي وده اللي بيسمح بوجود الجماعات عنف و... والتدخل الإسرائيلي فيها هذا فعلا ربما أنتقل هنا إلى ضيفي أيضا معالي الوزير عبد الرحيم مراد أنه الموضوع له علاقة بتفاصيل بنود اتفاقية كام ديفيد أم أنه هذه الاتفاقية صيغت بشكل أدى إلى إهمال كما يقول بعض المحللين السياسيين إهمال هذه المنطقة اقتصاديا معيشيا حتى لجهة الاستثمار بدو سيناء لم يجدوا أمامهم أي فرص أخرى إلى اتباع بعض الأعمال منها الاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح وكانت بيئة حاضنة كنتيجة الاتفاقية بلا ولا بلا. أهم من هذا كله الحياة الاتفاقيه كان اهميتها انه يطلع يعني يطلعوا مصر من المجتمع العربي وبالتالي من عمليه الصراع العربي الصهيوني طلعت القصه بموجب اتفاقيه كم ديفيد وعم ندفع ثمنها عم ثمنة لحد هلا وغابت مصر مش بس عن دورة الدوره في عمليه الصراع غابت عن دورة العربي ايضا وللاسف شديد العهدين الذين اتيا بعد عهد الرئيس عبد الناصر بعد ثوره 23 يوليو سواء عهد السادات وعهد رضي بان يكون امعه وتبع لدول عربيه للاسف الشديد اصغر بكثير ورضيت ولحد هلا بعد للاسف المؤسف انه على سبيل المثال قطر هي التي تقود والتي تحقر بجمع الدول العربيه وتقرر الوصول امتى هذا الكلام كان امتى يعني الا بعد يعني مثل ما قلنا انه عندما أخر وافق أنور السادات ان يخرج مصر من عم... من المجتمع العربي فعليا وبالتالي يعني العمل اتفاقيه ديفيد هلا نحن عم نحكي اتفاقيه ديفيد لحد هلا الدكتور تفضل الحقيقه وأنا اول مره بسمعها انه 25 سنه العمر الاتفاقيه يعني هذا جديد هذا جديد الحقيقه انا اول مره بسمعه وشكرا للدكتور جمال العميل في النظر بس انا بدي اقول في ملاحق تفصيليه وفي قضايا سريه لم تعلن عنها وعم تطبق ويعني مش معروف وين مداها شو اللي عم يطبق وشو اللي ما عم يطبق الحقيقه بهذه الاتفاقيه السيئه الذكر آه انا بقول مش بس خسرنا سينا يعني مش انه قصه سينا والأول الأمن بسينا والأخري خسرنا قصه الامن القومي كله الامن الامن القومي العربي. العربي كله خسرناه فما نحصر القصه انه اتفاقيه سينا علاقتنا في ميت... اتفاقيه كامب ديفيد علاقتنا بقصه سينا او مش قادرين نخش على سينا. بعد انه اتفاقيه كامب ديفيد على عكس ما تقول حق يعني استطاعت ان تحصل امور مهمه بالنسبه لمصر بالنسبه لفلسطين كاتفاقيه لها بنود وصلت الى يعني حلول لبعض الامور كانت عاجزه مهمة مهمة جدا اخرجنا شوي اسرائيل شكلا من سيناء ودخلناها الى القاهرة مهمة طبعا مهمة جدا ما إنو سيادة مصرية على على شبه جزيرة سيناء هذا ما تريد ان تقول لا بدي اقول انه يعني شو شو استفدنا من القصة انه فوتنا الكيان الصهيوني فوتنا على على القاهرة واخرجنا مصر من دورة العربي وبالتالي دفعنا او شجعنا باتفاق كان الملك حسين دائما يسالوه يقولوا له الانجليزي حاولوا يضغطوا على عشان يعمل اتفاقية مع مع العدو يقول له الملك حسين لا أتجرأ أن أكون أنا الأول مم. أنا بكون الثاني على طول وبالفعل زلمي ما عملوا يعني عملوا اتفاقية كم ديفيد كان الثاني باتفاقية وادي عربة ثم شجع شجعت هذه الاتفاقية كم ديفيد على وادي عربة التي قدمت تنازلات مجانية للعدو الصهيوني ثم شجعت على وارسو اتفاقية وارسو اوسلو عفوا اتفاقيه اوسلو التي كمان خربت بيتنا وقدمت كمان مزيد من التنازلات الميزانيه للكيان الصهيوني واعترفنا الى أخير بهذا الكيان الصهيوني ولم ولا يعني شو اجانا في النتيجه؟ دمار ومزيد من الحصار ومزيد من تدمير المناطق العربيه المسجد المسجد الاقصى ممنوع حدا يفوت عليه وكل هذه الامور، هذه شو الاتفاقيه العظيمه هذه التي بدات بتخريب ليس الواقع المصري الداخلي وانما بتخريب الواقع العربي كله يعني. وطبعا شجعت ايضا انه ما دام خلصنا من كام ديفيد بنخلص من الجيش العراقي بموجب حرب وهميه انه في اسلحه دمار شامل وبالتالي في بقى, بقي علينا الجيش السوري ممكن يكون يكون شكل شيء من يعني كملت القصه على بعض البعض ربما سنتحدث ايضا لاحقا في هذا الحوار نتسع كما تتسع يعني من خلال شرحك حول هذا الموضوع لكن ايضا ضمن التصريحات ونقلا ايضا عن محمد عصمة سيف الدولة وهو مستشار الرئيس المصري تحدث الاهرام العربي يتحدث عن انه هناك طرح اساسا اكثر من مره اسرائيلي لإعادة احتلال سيناء ومن هنا يعني يتحدث سيف الدولة عن التخوف من تكرار عدوان 56 و67 هل هذا هو يعني ما يدفع ربما لتحديد او تغيير في الاتفاقيه هذا التخوف؟ هو يعني هو الفكره فيها مش هو ده التخوف والا كده معنى ذلك ان مصر ما فيهاش جيش ودي الايحاء بذلك ده في غير موضعي دي رقم واحد، رقم اتنين زي ما تفضل سيد الوزير رحيم بيه انه احنا امام قرار استراتيجي اتخذ في عهد الرئيس السادات بايقاف تطور الحرب اكتوبر. في يعني احنا يعني قريبين من ده قرار استراتيجي اجهاض 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 يعني زي ما فسرها الكاتب الكبير محمد حسني هيكل انه احنا انجزنا انجاز عسكري محدود ثم أدرنا الحرب اداره سياسيه سيئه فبالتالي لم نصل الى نتائج جيش يعبر اكبر مانع مائي في التاريخ صحيح ها كان لازم يدار بحيث ان انت تاخد سيناء كامله والجولان كامله والضفه الغربيه كامله وتقام الدوله الفلسطينيه على خلفيه ومرجعيه عبور هذا المنع المائي في غيبه من الاراده, الإرادة العدو اذا نحن لا نستطيع ان نقول عن الموضوع انه اطراف عايزه تعدل اتفاقيه انه ان في مشاكل في سينا طب من اللي اوجد هذه المشاكل يعني من الذي اوجد هذه المشاكل نتيجه غياب الاراده المصريه ونتيجه هذا كلام يتوافق خي... مع ايضا طرح اسرائيلي انه المشكله غياب اراده حقيقيه لضبط الامن مصريا في سيناء وليس لا 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 التفسير الاسرائيلي الرفض انه عدم وجود ضروره لتعزيز قوات الجيش المصري في هذه المناطق لا غير مرتبطه بالعتيد وانما بالاراده القاعده القاعده الاساسيه في كل دوله انه الجيش دور الدور الاساسي او الوظيفه الاساسيه للجيش حمايه الحدود من اي عدوان خارجي لكن انت موقع على حدود. وقع اتفاقيه لا اساسا تحدد اطر وشكل الاتفاقية الموضوع الاتفاقيه دي ما احنا بنتكلم بمرور وقت منذ اغتيال الرئيس السادات في سنه 81 وطرح دائم باسقاط كان ديفيد وتدعيته مم. لانه اللي حصل تاميم مش الدور المصري لا ده الدور القائد المصري لانه مصر دي بحكم وزنها السياسي تمام. والتاريخي هي القياده التاريخيه لعمليه صراع عرب الصيون صحيح. ده بن جوريون في ستة 56 قال انا احلم بان ان الرئيس المصري ياتي لزياره اسرائيل وحقق له هذا الحلم الرئيس السادات طبعا كان باتفاق امريكا سابق ايام كارتر قصه طويله لكن انا عايز اقوله انه ما يعتبره الاسرائيليون انه كنز استراتيجي بالنسبه للرئيس المخلوع حسن مبارك يؤكد لنا ان الفراغ الامني وعدم تنميه سيناء وعدم تجسيد الاراده في في مشروع قومي لتنميه سيناء بالوجود السياسي الحقيقي والعسكري في هذه البلد لبسط نفوذ وسياده الدوله على هذه المساحه اللي هي بتعادل خمس دول خليجيه مرتين ساعتها ها 61000 كيلو متر مربع فلما تيجي نتكلم في هذا كان وقتها كان ساعتها كانوا بيتهمونا بالخيانه ان الاتفاقيه دي بتتضمن انه اعاده سيناء منقوصه السياده كانوا بيتهمونا بالتخوين في نهايه السبعينات واحنا طلبه وقبضوا علينا وسجنونا وبتاع وكلام من ده فيعني احنا بنتكلم دلوقتي الان ثبت ان من وقع هذه الاتفاقيه قد فرط في اراده مصر وسياده مصر ها من حافظ على هذه الاتفاقيه في عهد حسن مبارك 30 سنه فرط في سياده مصر واعتبر كنزا استراتيجيا تعمد هذا الرئيس المخلوع بثوره الشعب المصري تعمد في عدم تنميه الشعب تنميه سيناء واذلال شعب سيناء المصري في داخلها وبالتالي لا لا يملكوا اراضي مطاردات امنيه طبعا اضطروا زي ما تفضلت وابراهيم بيبي قال انه بداوا يتحاسوا عن موارد رزق وفي في حين في مشروع قومي لتنميه سيناء رسمي وهناك حديث رسمي دائما موجود. واكثر من مره رسمي وهناك توضع مشاريع لكن 2017 احنا على سيناء يعني لا يتم اي شيء يعني على الارض شيء من اللي ذكرته انه لن يسمح بان تكون مصر كنز استراتيجي وهو ما قاله العربي كان وزير الخارجيه في يونيو 2011 وزير خارجيه المصري وهو ما حمل بعد تهديد من نتنياهو باحد إحدى التهديدات لاحتلال او اعاده احتلال سيناء ايضا من ضمن ما ذكروا لو سمحت لي معالي الوزير انه هذه الاتفاقيه والمباحثات والوصول الاتفاقيه هي محاوله او اجهاض ل ما نتج عن حرب اكتوبر يسال لماذا يعني يكون هناك حرب على هذا المستوى اتحدث عن ضرب لي وكسر لخط برليف وكسر الاسطول الاسرائيليه دفع لان تقدم تنازلات ما الذي يدفع اذا يعني يطرح سؤال منطقي انه تجهض هذه الانتصارات الحرب تبين انه حرب اكتوبر كانت حرب تحريك بمنظور السادات منظور الجيش المصري والجيش والجيش السوري كانت حرب تحرير وخاضوا هذه الحرب القيادات العسكريه الرائعه والممتازه وانتصروا وحققوا النصر كما تفضل الدكتور جمال باهم عمليه عبور ربما كانت اعجوبه ومفاجاه كبيره للعدو الصهيوني وصل الفريق سعد الدين الشاذلي قال الممرات وقال له سيدي صرنا بالممرات قال له وقف القتال، وقف القتال ايه مت ابيب مفتوح قدامنا، قال له موجوده ساعتها وقف ايوه وقف وقف القتال وقف القتال، الجمسي فيما بعد الفريق جمسي فيما بعد سالوه سالوه الله يرحمه سالوه قالوا له انه انه حقيقه الحرب شو قال له انها كانت حرب تحريك بمنظور اتفاق بين السادات والامريكان وكيسنجر وليست حرب تحرير <applause> فالجيش كان بنية معينة وخذ الحرب بنية معينة وبالتالي القيادة السياسية كان متفقة سلفا على النتائج وبالتالي عملوا عملية الدفرسوار الشهيرة عشان يطلعوا الجيشين الجيشي متساويين مع أنه الجيش النصر الذي حققه الجيش المصري كان نصر كاسح فبالتالي خلوا الجيش الصهيوني يحاول ايضا أن يحاصر الجيش الاول الجيش الاول الجيش الثاني الميداني وقالوا بعدين تعالوا نعمل كيلو واحد <applause> وتم الاتفاق وطلعوا اثنين متساويين بالمعركه العسكريه لحد ما تم هيدا عسعس في في سوريا تماما وعسعس تماما وطبعا لي مهدوا القصه لذهاب انور انور السادات للكيان الصهيوني وبالتالي استطرادا لتوقيع اتفاقيه كامب ديفيد وتقدمت وبدات تقدم هذه التنازلات <applause> تبين فيما بعد فيما بعد تبين يعني بالاتفاقيه وبالزياره تبين انه هذه الحرب انعملت من اجل تبرير انه خلص اكثر من هيك ما عاد في عنا وبالتالي هذا يعني بدنا نجيب الفلوس وبدنا نعيش وبدي يعني يرسم اوهام للناس وللمواطنين ولل يعني تبين انه هذه الحرب حرب بكامله تصار حتى تتحقق هذه الاهداف يعني ان تضرب اساسا حتى صوره ما كانش في امكانيه ما كانش في امكانيه تجرأ انور السادات يقول للجيش ما فيش حرب حاولوا مررنا طيب أول مرة عام 71 عام الحس طيب. طيب. الناس كلها وقفت ضده طيب. حاولنا أن نأخذ ولو بصورة سريعة نتحدث عن كام ديفيد عن الوجاهة في تعديل الملاحق الأمنية نتحدث الآن عن واقع أكثر سنأخذ بالتفصيل عن واقع أكثر في سيناء سنتوقف مع فاصل هو آه حكمنا الوقت طبعا وسنتحدث أكثر عن سيناء على الأرض على تطورات الأمنية ومدى قدرة مصر أساسا من أنها تفرض او تبسط الامن والاستقرار في هذه المنطقه اذا فاصل ونواصل حوار الساعه فتفضلوا بالبقاء معنا اهلا بكم من جديد في حوار الساعه من الميادين نتحدث عن سيناء هذه المنطقة بين الاتفاقية كام ديفيد وبين ما تستطيع الآن وصلنا مصر أن تفعله لكن في جزئية يعني كنت أود الحديث عنها ويجب أن نفصلها أنه في اتفاقية كام ديفيد بعيدا عن ما قلت أنه بعد 25 سنة أساسا في الاتفاقيات الدولية هذه الاتفاقية يعاد النظر فيها هناك بند أساسا يساعد على إعادة النظر في بعض البنود والتعديل لماذا لم يقترب أحد إليه هو يشترط موافقة الطرفين في في حضرتك أولاً إحنا أمام أكثر من طرح. الطرح السائد الآن اللي هو تعديل المادة أربعة في الاتفاقية الأمنية المتعلق بالمنطقة ج اللي هي الملاصقة بفرض السيادة المصرية على هذه ووجود قوات مسلحة كافية لحماية الحدود وبالتالي منع تنامي أي وجود يتسم بالعنف من جماعات مختلفة. م. عايز أقول لا إرهاب ولا كذا ولا نوصف المسألة أنه منع السماح بالانتشار الأفقي في تنمية سيناء يعني ده طرح طرح التعديل أنا على فكرة ضده يعني ضد التعديل وبعدين التعديل ده عشان يتم ده معناه زي ما قلت الكلام المحترم في البداية في التقديم أنه ده معناه تطبيع إسرائيلي مع طيارات الإسلام السياسي فهل تيارات الإسلام السياسي عندها الرغبة في اجراء مثل هذا التعديل انا بقول على حضرتك مم. انه طيارات الاسلام ما عندهاش هذا الاستعداد اللي هم كان عندهم استعداد له عملوه وهو قبول اتفاقيات كامب ديفيد استمرار الاوضاع على ما هي عليه عدم التحرش باسرائيل عدم التصعيد مع اسرائيل هذه هي الرغبه الامريكيه وهم قبلوا مقابل الوصول للسلطه وتسهيل الامور لوصول السلطه ووصل السلطه على هذه الخلفيه ولكن القرار طلع عن عن إيه؟ المجلس الاعلى للقوات المسلحه بانه سترعى وتحافظ مصر بعد الثوره على الاتفاقيات الدوليه والمرعيه قبل ان يعني يكون هناك استلام للرئيس محمد مرسي لا يا سيدي لا يا سيدي طوال اشهر الثوره الممثلين الامريكيين رايحين جايين ماكين مره يروح كارتر تيجي كلينتون يجي بيرنز وزير الدفاع دول على طول كانوا بيتحكموا في اداره احداث الثوره لتمكين الاسلاميين من الوصول بالذات الاخوان المسلمين من السلطه عشان يحافظوا على الاوضاع القائمه ويحافظوا على الاتفاقات مع اسرائيل واخذوا اكثر من تصريح على لسان ممثلين الاخوان المسلمين سواء من المرشد السابق المرشد الحالي رئيس الحزب الحريه والعداله قيادات كبير متحدث رسمي كل ده رصدينه احنا وبالتالي هؤلاء قالوا عشان يطمنوا الامريكان ما يقفوش عقبه امامهم فقالوا هذا الكلام ان احنا من الاتفاقيات الدوليه ومن زي. فهم قابلوا ما ورثوه لكن لا يستطيعوا في تقديري لان ده هياثر على شعبيتهم اللي هي اصلا بتنهار بطبيعه الحال على ان هو أنه يعقد اتفاق جديد حتى لو كان تعديل الطرح الثاني اللي انا بتبناه وهو ان كم ديفيد دي بتسقط لانه حتى الان زي ما تفضل سياده الوزير عبد الرحيم بيه انه الشعب المصري في مقدمه الشعوب العربيه لم يقبل التطبيع مع اسرائيل باستثناءات بسيطه وعمر التطبيع ما بين الدول بيجي عن طريق القهر. السفاره الصهيونيه سقطت في القاهره لم تفتح حتى الان باراده شعبيه. ها؟ كان شغال فيها 80 واحد لم يعرفوا فيها في اراده شعبيه اراده عامه بتشتغل من خلال بتشتغل من خلال السفاره الامريكيه. طيب عايز اقول لحضرتك ايه اللي مطلوب؟ ل... عشان اكمل الجمله بعد اللي مطلوب ايه؟ اسقاط كان ديفيد؟ واستبدالها باتفاقية حدود عادية مؤقتة لأن إسرائيل ده كان مصطنع أصلا طيب يعني مش استمر زي زي ليبيا أنا ليه حدود مع ليبيا ولا لأ؟ وليه حدود مع مع السودان ولا لا؟ حدود مع... مع هذا الكيان الاصطناعي اللي هو كيان الصهيوني الاسرائيلي؟ ضمن اعتراف فيه عندما تحدث عن حدود لكن طيب. انت معترف بحكم هذه الاتفاقيه طيب س... سأنتقل اليك معالي الوزير بما يتعلق بالحديث عن اتفاقيه كامب ديفيد الغائها كنا نتحدث قبل الهواء وكنت تعتقد او قلت انه الموضوع فيه نوعا من الحلم انه يعني هل هو الموضوع سهل هل نلقي اللوم فقط على مصر كقرار حكومي يتخذ رئاسي بالتوازي والتعاضد مع راي الشعب المصري الموضوع اكبر من ذلك لديه تداعيات هناك يعني ضغوطات هناك من يتحكم وبالغياب عربيا انت تقول أن مصر عندما وقعت اتفاقيه كامب ديفيد غابت عن حضن العربي، كيف يحتضن العرب مصر اذا ما كان هناك خطى حقيقيه باتجاه هذا الموضوع؟ شوفي اول شيء يعني الثوره العظيمه التي قامت في مصر قبل ان تحتوى من قبل المخطط الامريكي وتوصلها لهذه لهذه النتيجه، ثوره عظيمه ونموذج انت بهذا دون شك دون شك اجهضت من قبل المشروع الصهيوني بس الشعب الشعب المصري كله طلع طلع 10 ملايين يمثلوا تقريبا كل الشعب المصري ال 10 ملايين 27 مليون طلعوا طلعوا ليقولوا, ليقولوا لا لهذه السياسه بكل ابعادها لهذه السياسه فيما يتعلق بالانبطاح عند المشروع الامريكي الصهيوني للفساد اللي موجود للقمه العيش اللي اللي قطعوا عنهم لكل للدور للدور العربي المفقود لمصر لقياده مصر للأمة العربيه طلع يقول هذا الكلام لكن للاسف الشديد ما قدر ما قدر يصل لنتيجه لانه كان مخطط مع الجماعات الاسلاميه بسابق من قبل خمس سنين او ست سنين بمؤتمر بقطر بنادوي بقطر وكان حضرتك كان حضرتها رايز ومجموعه واتفقوا على ان يسلموا الاسلاميين بعض الدول العربيه، بعض الدول العربيه وبالصدف انه هذه الدول العربيه التي اثر بها جمال عبد الناصر عندما كان ثوره ثوره 23 يوليو ويسلموهم لكي يطبعوا يطبعوا الاسلام السني يطبع مع العدو الصهيوني هذا الغايه الأساسية فالقصه مش انه بدهم ما في نيه اصلا عند الانظمه الجديده التي نشات جديدا بمساعده امريكيه لا لا بمصر ولا بتونس ولا بليبيا ولا محاولات اليمن ولا اي محاوله اخرى أن يخففوا العلاقه او يضعفوا العلاقه او يقطعوا العلاقه مع العدو الصهيوني بالعكس مطلوب منهم وسيجاهروا انه هذه الاتفاقيات السريه اللي تحت الطاوله البعض عمل فوق الطاوله اللي هو كم ديفيد ووادي عربه واوسلو هلا لا فوق الطاوله هذه الاتفاقات السريه مع بعض الدول العربيه الاخرى ما تطلعوها جهارا نهارا وتقولوا تعملوا علاقات مع العدو الصهيوني لكن يعني بالخطاب المعلن لهذه الحكومات يعني هناك توجه واضح يعني معاكس ومغاير لما تقول ستنا العزيزه اجت اجت كلينتون على مصر اخذت رساله من الرئيس مرسي للقيادات الصهيونيه اكثر بكثير مما كان يعطيها انور السادات حسن مبارك اكثر بكثير وعد قدموا له وعود انه يلتزموا بتفاصيل التفاصيل وبتدمير الانفاق وبكل صغير وكبير متفقين مع العدو الصهيوني واللي ما كان يتجرأ حتى حكم حكم حسن مبارك ما كان يتجرأ يقدم فهذا شروط أساسية مكبلة هذه القوى التي جاءت لتحكم حاليا بس مكبلة بشروط شروط أمريكية مفروضة عليها مكبلة بشروط أمريكية لكن كنت أسأل عن ما الذي يقدم بالمقابل من المحيط العربي دون شك لمصر لك. مصر أول شيء مظلومة مظلومة من المحيط العربي مه. هذه المليارات المليارات الدولارات التي تدفع بالسابق مطلوب منها أن تحاصر مصر مش أن تساعد مصر ويمكن اللي برر لانور السادات في ذلك الوقت طبعا مش مبرر مقبول ليبرر انه يعني العرب ضروره ظهرهم يعني ما كان في امكانيه ابدا ان يقدم يقدم مساعده بالوقت اللي الثروه البتروليه تبلغ صباح كل يوم 15 مليار دولار بالتالي تنفق هذه تبدد هذه الثروه للولايات المتحده الامريكيه ولاوروبا وللغرب وللمدارس الامريكيه وللجامعات الامريكيه وللخيل لنوادي الخيل ببريطانيا كل هذه الامور ما هذه مسموع فيها اما مساعده لمصر من اجل ان تصمد بواجهة العدو الصهيوني في ذلك الوقت ابدا الله يرحم جمال عبد الناصر بلاءات الخرطوم لما لما قال انه نحن رغم, رغم الهزيمه بدنا نقف ممنوع الحوار ممنوع التفاوض وممنوع الاعتراف وطلب بدل استكمال استمرار اقفال قناه السويس، طلب 100 مليون جنيه بعتقد وقعدوا يحطوا شروط عليه لجمال عبد الباسط 100 مليون دولار 100 مليون دولار لا انا اتحدث عن على الارض في سوريا فهذا في العرب بتقولي لي ده اثروا بمصر اصلا لحد هلا بعد ما مصر. مصرين بمصر، مقصرين مع فلسطين، حتى الاموال المفروض انه تصل لاخواننا الفلسطينيين بالضفه عند ابو مم. عند ابو مازن مش عم تصلهم يعني شو بده يحكي عن التقصير طيب. العربي الحقيقه مش موجود سنتحدث عن سيناء الموقع سيناء الاهميه الارض كيف يتم استثمارها ما الذي يمنع اذا تحدثنا عن الاتفاقيه كام ديفيد امنيا بنود لها علاقه بانتشار للجيش على الارض ما الذي يمنع من ان يكون هناك تحسين للاوضاع سيناء مهمه لها موقع استراتيجي فيها ثروات مهمه وفيها ايضا قدره يمكن لي وجود استثمارات تنعش هذه المنطقه واساسا هناك حديث مصري انه اذا انعشنا الموضوع سياحيا ستطرد بشكل تلقائي هذه المشاكل الامنيه وهذا التجمع لجماعات تصنف انها متطرفه منطقه موحشه ما فيها اي شيء. حضرتك اول يعني هو في التحليل النهائي لا توجد اراده سياسيه لتنميه حقيقيه لسينا وطرح في مقابل المشروع القومي لتنمية في مشروع اسمه قومي مشروع قومي لتنمية سيناء وخصصت له ميزانيات في الميزانية العامة للدولة لسنوات طويلة لكن لم ينافس سراق العمل لماذا؟ واستبدل ما انا لحضرتك واستبدل بمشروعات قومية أخرى منها مثلا مشروع توشكا في أرض جاذبة تكلف 10 مليارات وأنا مه. عملت استجواب للحكومة في هذا الموضوع طلبت بمحاسبتها مليارات ها وزعت أراضي بطريقة غريبة وسابوا الاتجاه شرقاً طبعا فكره الاتجاه شرقا دي معناها ان انت بتسمح وبتغض النظر عن ارض المفروض ان لك سياده عليها بتعطي سماح للعدو الصهيوني انه يعني يتمرغ فيها و و ويلعب فيها ويمارس وجوده العسكري ونفوذه فيها ها حتى ان انت لما بتيجي تنمي بتنمي مثلا ذهب والمناطق دي كلها لصالح آه لصالح اسرائيل يعني السياح الاسرائيليين اللي بيجوا ويخرجوا ولهم آه يعني نوع من آه الاشتراطات الخاصه في دخولهم وخروجهم وتسهيلات خاصه فانت ما عندكش مشروع مش عايز تنفذ المشروع القومي لسينا لان هو النظام السابق زي ما تفضل ابراهيم بيه في كلامه انه يعني فرط في كل شيء فرط في الاراده المصريه فرط في السياده المصريه على هذا هذه المنطقه المنطقه دي واحد وستين ألف كيلو متر مربع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب كويس هذه المنطقة فيها معادن ثروة معدنية ثروة بترولية فيها غاز فيها أراضي في في الوسط قابلة للاستزراع آلاف الأفدنة السياحة في في الجنوب أكتر الشمال موجودة في العريش برضو وأنا كذا وبدل مشروع. وبدو سينا يشعروا بأنهم درجة التوتين. ثانية يعني تصلهم هذه لحضرتك فكره المشروع القومي لتنميه سيناء متضمن توطين جزء من الشعب، م. يعني مثلا انت بتزرع ارض تاخد الفلاحين وتروح وتديهم مساحات من الارض كل فلاح مثلا خمس افدنه يزرع فيهم هو واسرته ويقيم بيت. م. لو انت بتمشي بهذا المشروع كان سيناء في ال 30 سنه اللي فاتوا تم تنميتها تنميه حقيقيه. فحتى الان لم يتم التنميه الحقيقيه لغياب الاراده السياسيه في تجسيد المشروع القومي لتنميه سيناء. ليه؟ ده بتوافق امريكي اسرائيلي مصري. ما في ما فيش حد يقدر يقنعنا بغير كده. يعني موضوع مثلاً، توافق مثلاً... امريكي مصري، دعنا أه. نشرك ايضا معنا معالي أه. الوزير عبد الرحيم مراد. الموضوع كما يقول هو وضع سيناء على ما هو عليه يخدم صالح الاسرائيلي بتوافق امريكي. ما اهميه هذا المكان؟ دعنا نتحدث عنه اكبر من موضوع مصر باتجاه اسرائيل بالنسبه للمنطقه، نتحدث عنه استراتيجيا اهميته للامن القومي، ما الذي يفيده؟ في العمق في هذا المنطقه وتحديدا عربيا بقاء المنطقه سيناء كما هي يعني انا مش كثير موافق يعني خلي الدكتور جمال يحكي هي فيما يتعلق بقصه سيناء بس انا عم بضر القصه كمان بقصه اجماليه اكبر م. انا يعني اضافه للكلام اللي تفضل فيه الدكتور جمال لا يريد او لن يسمحوا لمصر بتنميه فعليه حقيقيه داخل مصر مش بس بسيناء ما القطاع العام ما بيعرف الدكتور جمال ماذا كان يعني القطاع العام لما بنى بعد ثوره 23 يوليو عشرات الوف المصانع، السد العالي، الاصلاح الزراعي، كل هذا مشروع كامل مشروع متكامل، السؤال هون سيناء بتيجي جزء من هذا الموضوع والبنك الدولي هل يسمح؟ الولايات المتحده الامريكيه تسمح مكبلته بشروطها هل 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 ممكن يصل لمساعدات؟ لما ما وصلش لمساعدات عشان يبني السد العالي جمال عبد الناصر أمام قناه السويس وحرب مش حرب صمد بالحرب وانتصر بالحرب وبالتالي قدر كمل وكمل وبنس بنى بدك تشوفي في اراده هون في اراده لتنميه مصر او السماح لتنميه مصر وعودتها لقوتها قوتها الاقتصاديه ويشبع يشبع الرأي. 80 مليون مصري بحاجه ل 400 مليون رغيف خبز كل يوم مسموح لمصر ان تمتلك الاسره الاقتصاديه التي تكفيها ولا لا بدل ما مكبلتها بالبنك الدولي وبشروط معينه بكل صغيره وكبيره وبموفدين امريكان بيدفعوا فتافيت الدولارات مساعدات لمصر ثم ياتوا بخبراء كل خبير بياخذ خمسين الف دولار و ستين الف دولار بالشهر ويزرعوهم بالوزارات عشان يسترجعوا كل هذه الاموال وبيضحكوا على الناس ضحك فالاراده اصلا عند عند النظام المصري سواء كان قدام انور السادات او لا اولا هو لا يريد بالعكس هو دمر الاقتصاد المصري دمر الاقتصاد المصري باعوا القطاع العام سرقوا البلد نهبوا البلد الى طيب مش شايفين نحن مش شايفين ان انه هذا النظام الجديد الذي جاء حاليا بعد يعني طبعا بيقولوا لنا اعطوه اعطوه طب راح نعطيه رح نعطى يعني مش اقل انا بعتقد الشعب المصري بالمرصاد وكسر جدار الخوف وبعتقد ما راح يضل ساكت على انه اذا ما شعر انه في عمليه تغيير والتغيير شو بيصير التغيير اذا ما اتجهش اخر شيء لي ليرتبط بشكل او باخر بمبادئ معينه لثوره 23 يونيو ما في شيء مستعير اذا يعني اذا ما فكرتش مصر تعود لدور العربي لقياده دور العرب. العربي لقياده الامه العربيه هي راس الامه العربيه وقياده الامه العربيه هذا الله بقدر له الدور مش منها لما بتتخلى عنه وتكون عم تخلى خلص انتهى دوره بالكليه اذا ما رجعت لهذا الدور واذا ما رجعت من جديد لانه مش تكون على موقع حيادي بين 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 القضيه الفلسطينيه والصراع العربي الصهيوني على الحياة اذا ما كانش شرف اساسي في معاداه هذا الكيان وهذا بتطلب كم ديفيد وبتطلب سينا ويطلب كل صغير وكبير اذا ما رجعت من جديد مصر تبني اقتصادها تبني اقتصادها وتامن للاجيال القادمه البطاله الموجوده بمصر الله يكون في العون الغلاء الموجود في مصر الله يكون في العون كل هذه الامور بتنفجر اخر شيء اذا اذا ما اذا ما نوجد الى الى حلول في هذه النقطة دعنا توسع هون أكثر نحكي نتحدث يعني عن مصر من بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مصر بعد انتخاب محمد مرسي نتحدث عن سيناء وتداعيات الموضوع لنصل إلى ما يتعلق بقطاع غزة المحاصر نتحدث عن تداعياته لدرجة أنه بعد الحديث عن دعم لقطاع غزة فتح المعابر الأمنيا الموضوع أدى إلى حملة قامت بها مصر لهدم الأنفاق وهي شرايين الحياة التي تصل إلى قطاع غزة هنا بتداعيات هذا الموضوع بالآثار السلبية أم الإيجابية يمكن الحديث عن ما بات يتحدث عنه إقامة منطقة حرة تجارة حرة بدل الأنفاق هذا في إطار العلاقات الأفضل والتوسع الأفضل والمكاسب ربما إنجاز التعبير يعني احنا لسنا في حاجه الى كل هذا التعقيد لان مصر هي نتيجه غياب الاراده السياسيه ونتيجه غياب المشروع الوطني في تنميه الدوله زي ما تفضل ابراهيم بيه ادى بنا الى ان احنا بنتكلم عن الفروع مش الاصول يعني الاصل في الامر إن مصر تظل دولة قائدة ونموذج في التنمية وفي تحرير الإرادة وفي تحرير القرار السياسي وإن دي قاطرة الوطن العربي هذا كلام. رضينا أم لم نرضى؟ حبينا ولا ما حبيناش؟ طبعا. دول الخليج حبت ولا ما حبتش؟ دي قصة منتهية. دي مسألة قدرية بحكم التاريخ والجغرافيا وكل شيء. يعني أغلب أغلب الحملات العسكرية التي تعرضت مصر ليها عبر الفترات التاريخية كانت من الشرق وكانت عبر بوابة سيناء وكانت كل الغزوات اللي كانت بتتم للوطن العربي بتتكسر عن الأراضي المصرية في الشرق يعني احنا رصدنا حوالي 26 غزوة كان منهم 19 غزوة كانت من الشرق دي ثابت تاريخيا يعني فيش فيها فيها تلاعب ولا تضخيم ولا تهوين إذن لما بنيجي نتكلم بقى في معبر رفح بعد سنتحدث عن معبر دعني الان اتوقف مع فاصل اعتذر للمقاطعه وسنتحدث اود ان اتحدث بشكل موسع عن كيف تستطيع مصر ان تحقق معادله ان تبقي مع التنسيق مع اسرائيل هذه العلاقات ضمن اتفاقيه السلام وايضا ان تكون هناك دعم لحركه المقاومه الاسلاميه حماس لدعم للمقاومه في فلسطين ودعم وفك الحصار عن قطاع غزه، لكن سنتحدث بعد ان نتوقف مع فاصل اخير في هذا الحوار، حوار الساعه من الميادين، فرجاء تفضلوا بالبقاء معنا. اهلا بكم من جديد في حوار الساعه، وصلنا في جزئيه نتحدث فيها عن التداعيات الامنيه وكيف انعكست على قطاع غزه بعد الخطاب للرئيس المصري محمد مرسي عن انه هناك دعم لغزه لحكومه غزه للمقاومه وايضا لفك الحصار، تستطيع مصر ان تحقق هذه المعادله؟ سابدا بالسؤال معك معالي الوزير. يعني اول شيء انه اذا اذا بتساعد على شو بدها تساعد مصر بتساعد على معاش حماس تساعد ما حماس ما عادش بدها قتال يعني للاسف الشديد واضح انه خلص يعني اعتبروا انفسهم انه وصلوا للسلطه بمصر وأنهم مكملين على بعض البعض متداخلين مع بعض البعض كملوا للسلطه بمصر يمكن بقي الجهاد الاسلامي عم يحكي بالجهاد اما انه وين بده يقاتلوا بعض؟ وبالتالي وين بده يوصلوا سلاح بعد؟ سؤال يعني ما كان في انفاق وكان في يعني حتى في العهد السابق كان في الانفاق وما تسكرتش للاسف الشديد تسكرت الانفاق بده يقتلوا بشو بالعصي ولا بدهم سلاح وبدهم ذخيره وبدهم يعني بعد اهون يعني على البحث اليوم يعني خالد مشعل رئيس المكتب السياسي كان يتحدث عن دور المقاومه وعن حضورها وعن انه فقط في في هذا الطريق يمكن ان يكون هناك تحصيل وتحرير لفلسطين يعني مغاير تماما لما تقوله طيب وين يعني بدي اسال سؤال ما عم تقولي انت سكروا الانفاق انت بتقولي دمروا الانفاق <applause> كان, عملية كان عمليه بعد تداعيات الامنيه صار عمليه وفتح للمعابر بالمقابل يعني صحيح ايضا فتح للمعابر المعابر المراقبه بده ينفتح عليه ويتمرر سلاح ممكن يتمرر خبز كويس انه يتمرر ادويه والى اخره بس السلاح بده ما القتال بده سلاح من اي طريقه فيك تمرر سلاح يعني يعني من, من من كل سلبيات العهد الماضي بس كانت يتمرر سلاح كانت تمرر سلاح لغزه وقدرت غزه تصمد بالحصار اللي اقيم عليها وما تجرأت ما تجرأ الصهيوني ان يدخل الى غزه رغم الحصار اللي, اللي عملوا ما تجرأ لانه بيعرف معركه عظيمه بتكون هلا يمكن الجهاد الاسلامي بعد وعلي بشكل هذا ما بعرف حماس كان من جد عند نيه ولا ما عنده نيه باستقبال نحن بنعتقد انه يعني ما اخذ بالقوه لا يسترد بغير القوه هذه هي هي قصه دينيه مش بس مش بس قصه قوميه وطنيه ومش ما اخذ بالقوه بال67 ما اخذ بالقوه من 47 أصل. من الاصل اصل هذا الكيان الصهيوني كيان الصهيوني يجب ان يزول ايا كان الثمن يجب ان يزول وكدنا بمجموعه بسيطه مجموعه بسيطه بال2006 كانت تجربه عظيمه قام فيها قامت بها المقام اللبناني في لبنان مجموعه 33 نهار قتال من اصعب ما يمكن من من انواع القتال مدعومه من الولايات المتحده الامريكيه العدو الصهيوني مدعوم من الولايات المتحده الامريكيه كل قدرات الجيش الاسرائيلي كل قدرات الجيش الجيش العدو جيش العدو وفشلوا وفشلوا بذلك، لا نحن ما بنفكر لماذا لا نفكر انه مره ثانيه شيء شبيه ب 73 الجيش المصري والجيش السوري يتواعدوا ويتفقوا اتفقوا مع بعض البعض الان على الأرض يعني يعني هذه كل ما يجري على الارض امكانيه وخلق ظروف لا تشبه اساسا في ذلك الوقت الحرب الان يعني كما يقال لا يمكن ان تشابه ما كانت لظروف حرب في ذلك الوقت الوضع كله مختلف استعدادات الجيوش مختلفة لكن حتى نبقى في هذا الإطار يعني يتحدث عن أنه حماس ابتعدت عن كما يقول مع الوزير أنه ابتعدت عن الخط الذي يحقق أو الذي هي تمشي عليه اللي هو المقاومة للتحصيل نتحدث عن هناك حديث جدي وأكثر من مصدر حتى في حكومة غزة عن إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود في هذا الاطار ايضا يفهم انه يعني عندما تصير منطقه تجاره ستكون تحت الانظار هناك رقابه دخول وخروج صادرات ستنشط الامور الاقتصاديه أنا ستنفع أنا غزه انا والله لحضرتك هو مش مش قضيه انعاش غزه عن طريق الاليه يعني الاليه دي مطروحه فكرة المنطقه التجاره الحره او منطقه التجاره المشتركه ما بين غزه وما بين مصر في التحفظ على هذا من الجانب الاسرائيلي بيتردد انه مصر بذلك بتعترف بالسلطه الحمساويه المنفصله عن السلطه الاساسيه وبالتالي بيتورط نظام المصري في عهد مرسي بهذا الاعتراف وهو ما يخالف وإس... ايضا اتفاقيه السلام الموقعه بين الطرفين لا مش مش بيخالف مش بقضيه يخالف هو معنى ذلك ان هو بيكرس الانقسام عن طريق الاعتراف الرسمي لانه مع من يوقع هذه الاتفاقيه؟ يعني مين اللي حيو يعني الطرفين مين؟ مصر ومين؟ وحماس. في حماس اللي يمسك في حماس السلام لا جزء اي طرف تعتبره اسرائيل. لا انا على نعم. انا انا من الذين ينادون باعتراف حماس، يعني حماس وفتح دواء مشكله داخليه. يعني مشكله داخليه. كون مفيش دوله اصلا، يعني انت بتتكلم عن حلم. نتمناه، لكن مفيش دولة على الأرض، في انقسام، في دولة اللي هي الضفة الغربية، وفي أبو مازن وفتح، ودولة هنا في حماس وما إلى فإحنا دلوقتي في مشكلة، أولاً ليس هناك ضرورة من من منطقة التجارة الحرة بين الطرفين، أو المفتوحة، أو أياً كان الاسم، لكن أنا في تقديري إنه معبر رفح يتم تنظيمه تنظيماً كأنه بين دولتين. والسلطة الفعلية مش السلطه الرسميه في فرق السلطه الفعليه هي سلطه حماس والجهاد وكل الاطراف اللي موجوده في غزه انه ينتدبوا مع بعض وفد مشترك ويقيم الايه يبقى شريك مصري في يعني تنظيم معبر رفح عن طريق ان انت بتحط له قواعد للمرور كاي دولتين طبيعيتين يعني هنا كمان اعتراف ضمني بتحرير جزء من الارض الفلسطينيه في الارض في الواقع العملي ده بالمفهوم الاوسع وليس بالمفهوم الضيق عشان ما تدخلنيش متاهة حماس وفتح والكلام ده ها دي نقطه النقطه الثانيه اللي احنا متعلقه بموازين القوى في المنطقه هل النظام ده سؤال مهم هل النظام المصري في في, في, في تحت سلطه الـ 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 الاخوان كتيار اسلام سياسي هل عنده الاستعداد لدفع الثمن السياسي ليه انه لدعم غزه وحماس والمقاومه بشكل واضح وفعلي انا اشك في هذا ايا أي كان الطرف اللي هو هيقاوم لانه دول جايين على اقرار امر واقع الى ان يتمكن الاسلاميون من السلطه كامله وهذا لن يحدث في مصر ببشرك يعني ببشر حضرتك وبشر الساده المشاهدين لن يحدث في مصر ان في مقاومه لهذا التيار لانه قفز على الثوره بطريقه غير منطقيه وشارك في اجهاد نسبي للثوره، الثوره لم تجهد بعد كامله في ناس في اراده وانا من الذين يشاركون في اجهاد من يحاول اجهاد الثوره واعاقته. هم مش عندهم استعداد يدفعوا تمن التكلفه السياسيه الان ولا في حتى يعني كانوا دايما يرفعوا شعارات خيبر خيبر يهود جيش مم. محمد سوف لا شفنا خيبر ولا شفنا جيش مم. محمد ولا اي حاجه فاحنا بنتكلم عن موازين القوة والتكلفه السياسيه والقراءه الاستراتيجيه في المنطقه لا تشير ان الاسلاميين هيدفعوا الثمن السياسي المترتب على اعاده الموازين للمنطقه يتفق مع دور مصر القيادي مش هيعملوا الكلام ده ولن ولا ولا اقامر عليهم على الاطلاق يعني في الوقت الايه الحاضر لان المنطقه بقت كلها يعني معقده للغايه عايزه دور مصري واضح هل عندهم عندهم استعداد ل هل عندهم قدرة قدرة أو هل عندهم قدرة؟ وهل هناك دعم أساسا على في هذه بنفس الطريقة تنظر لهذا الموضوع معالي الوزير؟ صحيح أنا موافق دكتور جمال على الكلام اللي تفضل فيه وبما يتعلق أيضا بالنسبة لغزة بالنسبة للمعابر؟ بدون شك في ذلك المعابر مراقبه بالاقمار الصناعيه الامريكيه لكن النتيجه بالمحصله بعيدا عن انه نتحدث عن تكريس نتيجه تكريس لانقسام يمكن ان ينظر له بشكل ايجابي اخر يعني الهدف انه هناك مليون ونصف فلسطيني في غزه في حاله حصار يعني عندما تؤمن لهم انتعاش لا يكون يعني يعني حققت الغايه الاساسيه بعيش وبتحسن طبعا وبتامل الادويه شيء ممتاز وكان يتامل بالمناسبه يعني من خلال الانفاق كان يتامل الادويه يتامل كل صغير كبير كل حاجه انفاق بضح. فيها في سكسويل ويل بيمر فيها يعني مش مش انه حاملين على ظهورهم يعني في م. شاحنات كانت تنقل بالانفاق بالأ... هلا في مراقبه اقمار صناعيه ومراقبه كل صغير فيه كلاشينكوف ما بيمر بده بده ينعرف يعني فيعني حاجة نضحك على بعض يعني دون شك انه مساعدات انسانيه واجتماعيه لغزه متمر هذا شيء جيد وممتاز ما حدا بيقول لا بس نحن عم نقول عن, قي عن عن استمرار القتال والمقاومه اللي عم تقولي انه حماس عم بيقولوا مستعدين ويكملوا بالموضوع منا شايف منا شايفين انه نحن مستعدين من خلال تطابقهم بالموقف مع م. النظام في مصر النظام الجديد في مصر حاليا والنظام الجديد في مصر مش وارد عنده ان يشجع على قتال ولا يسمح له ولا بعده لكن في ضغوطات داخل الاخوان لدعم يعني حماس ما بعرف كأنه في الى اي مدى السؤال بقى الى اي مدى هنا يعني حتى لو كان اتجاه ومفهومش اتجاهات ولا فكره الصقور والحمائم داخل الاخوان دي عفوا انا اتفضل فكره التمييز ده هم سمع وطاعه الاتجاه اللي بيسود بيتنفس على طول مفيش مفيش امكانيه التعرف في فانت لما تيجي هيدعم حماس الى اي مدى الى باعتبارها طرف مقاومه ولا بيعتبرها تسهيلات زي ما بقول عبد بيه انه شاي وقهوه وادويه واكل وشرب وصحه ويجي يتعلم وهنعمل حكى كمان اكثر من هيك انه حماس يسلموها في الغربيه يروح ابو مازن ويطير يعملوا يتفقوا يعني اخر شيء يسيروا بأسلو يعني يسيروا باجواء أسلو يعني يطلعوا من اجواء الثوره والمقاومه والى اخره ويصيروا باجواء أسله هذا الخوف الحقيقه ان شاء الله لا بس خلينا نشوف انه شو بده يصير بالامور حتى نرى يعني هذا أنا. ما يمكن لأنه ان تثبته القليل او الكثير من الايام القادمه هذه السياسة لا تجدي شيئا نعم. الشيء الوحيد اللي بتعرفه تفهم العدو الصهيوني بيفهم هذا الموضوع بيفهم القوه نعم. استخدام القوه هي التي هي التي وقوه الوقت فرضت نفسها انتهى الوقت وما اخذ بالقوه لن, لن يسترد بالقوه هكذا انتهى الوقت لهذا الحوار شكرا لك معالي الوزير السابق عبد الرحيم مراد رئيس حزب الاتحاد ايضا موصول الشكر لك دكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسيه في جامعه السويس وعضو مجلس الشعب برسعين. برسعين. المصري سابقا بورسعيد شكرا آه. للتصحيح بقى في ثلاث جماعات دلوقتي السويس آه. والاسماعيليه وبورسعيد كلها قناه السويس بورسعيد ذكرنا بال آه 56 طبعا طبعا الشكر الاكبر لكم مشاهدينا اينما كنتم حوار الساعه لليوم انتهى ملقى جديد يتجدد غدا الى ذلك الوقت بامان الله